الآليات والمشاريع الاقتصادية والإنتاج الوطني. لليوم الرابع على التوالي تتواصل الحملة الانتخابية لرئاسية 7 سبتمبر 2024. المترشحون يواصلون خرجاتهم من خلال عقد تجمعات شعبية لشرح برامجهم الانتخابية، وفي مقابل أحزاب سياسية تعمل على التعبئة والتحسيس بأهمية هذا الموعد لتحصين الجزائر في ظل التحديات الإقليمية والدولية. أننا كعموم الأحزاب السياسية كأغلبية المنتخبين في الولاية وفي البرلمان وفي البلديات تناسوا خلافاتهم وأرسلوا الرسالة واضحة إلى الأعداء إلى المتربصين بأنه لا حركي ولا قومي بيننا كجزائريين أن يقسم صف الأمة الجزائرية. في مالي شوفوا في المغرب، وهل المواطنين شكون يحمي بلاده؟ هو المواطنين. وكيفاش ردوا عليهم؟ احنا شعب متحضر، ردوا عليهم بمشاركة قوية في الانتخابات. حث المواطنين على المشاركة في المواعيد الانتخابية هي النقطة المشتركة التي اتفقت عليها الأحزاب السياسية خلال تجمعاتهم الشعبية. أنها يبني دولة قوية عصرية تقدمية، وكل واحد فيكم يلقى حقوقه، ولكن عندما تؤدي واجبك، عندما تؤدي واجبك على الأقل روح نهار الفوت. نقنعوا الشعب هذا أنه يروح يصوت يوم 7 سبتمبر، مد الصوت نتاعك اللي حبيت، راهو حق وواجب عليك على إنسان اللي تعدى 18 سنة، هذا حق وواجب عليك، ديرها وين حبيت، بصح روح تصوت. رؤية واحدة ومشتركة، إنجاح الانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في 7 سبتمبر القادم، رؤية يتفق عليها المترشحون الثلاثة ومن يدعمهم، لأن الأمر يتعلق بحاضر ومستقبل الجزائر، وكونه مسؤولية مشتركة أيضا تعني جميع الجزائريين دون استثناء.